اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع بعض مستقبل الاسكواش في مصر في النادي الاهلي ومصر طبعا. وزي ما قلنا لحضراتكم ان اللعيبه من عندنا بتطلع بسم الله ما شاء الله بتبقى ليها يعني دور كبير مع منتخباتها. في البدايه برحب بفاروق احمد لاعب النادي الاهلي تحت 13 سنه واللي حصل على المركز الاول في بطوله امريكا لتحت 13 سنه وصاحب هذا الكاس. اهلا بيك يا فاروق. اهلا مبروك. اهلا فيك. يعني انجاز كبير واحنا فرحانين بيك قوي. شكرا. بنرحب بالنجم الثاني اللي معانا دلوقتي في الاستوديو سيف الدين رفاعي واللي طلع فاينل بطوله انجلترا تحت 15 سنه واللي حصل على المركز الثاني. وعلى فكره المركز الثاني والاول اللي بيوصل فاينل في البطولات دي بيبقى انجاز كبير. اهلا بيك يا سيف. اهلا بحضرتك. مبروك انجاز كبير. الله يبارك حضرتك. اجي لك يا فاروق، يمكن خلينا في البدايه نتكلم ازاي رحت بطوله امريكا 13، يعني ابتديت ازاي؟ ايه اللي خلاك تروح وايه اللي خلى الفكره تيجي في دماغك؟ انا عامه انا اصلا لازم اروح امريكا من اول رانكين الاول والثاني. بس اللي بيروح امريكا لا، هو ممكن اي يروح في اي، بس انا نفسي الرانك بتاعي لازم يكون اول وثاني. اول وثاني. انت رانكك قبل ما تسافر كان كام في مصر؟ كان اول. ما شاء الله. لعبت كام بطوله قبل ما تروح امريكا؟ 5. ايه بقى قولهم لي تاني وترتيبك. كان منطقه الجيزه خدت فيها اول. تمام. منطقه دلتا خدت اول. ما شاء الله. وبلاك بول خدت اول، ومنطقه اسكندريه خدت اول، ونادي الاهلي خدت اول. بسم الله ما شاء الله. يعني يمكن اول لعيب منكم بامانه خد 5 من 5 اول. بس اقول لك على حاجه يا فاروق، انا شفتك وانت داخل عليا في الاستوديو ما شاء الله جسمك جسم لعيب سكواش ما شاء الله، ربنا يحفظك. يعني تكوين جسمانك، كتافك بايدك، شكلك لعيب سكواش يعني ما شاء الله، ده هيساعدك كتير. طيب انت ابن النادي الاهلي في السكواش يا فاروق. بدات سن قد ايه؟ انا عندي 6 سنين 7 سنين كده. كنت بتقدر تشيل مضرب لسه؟ فاكر مين اللي دربك في الاول؟ كان اول واحد كابتن اشرف السايح. كابتن اشرف حبيبي. وكابتن ياسر مبروك. يا خبر ابيض كده، الحبايب كلهم. كابتن ياسر مبروك. ومين تاني؟ وكان كنت بتمرن في 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 في, في ملاعب النادي الاهلي الموجوده دلوقتي. يعني انت ما شفتش حاجه غيرها، لان الاهلي كان قبل كده بيتمرن في المعادي، انت ما حضرتش المعادي. لا لا لا، انت رحت على طول على المجمع ده. طيب ليه السكواش؟ ليك اخوات اكبر منك؟ انا كان ليا ابن عمتي كان بيتمرن سكواش وشفت كده. ابن عمتك؟ لا، ابن خالتك. ده اللي خلاك تروح للسكواش؟ لقيته كده بيلعب سكواش كده واجرب. اكبر منك بقد ايه؟ 3 سنين بس. ولسه بيلعب؟ لا هو سبحان الله، يمكن يعني انت خدت منه اللعبه وتفوقت فيها. طيب ال 13 سنه يا فاروق بيبقى لسه جهازه العصبي ما اكتملش. انا يعني عارف سكواش وبتفرج عليه، في 13 سنه بيبقى الضغوط ما بيتحملهاش. انت بتقلق قبل الماتشات او ولا الموضوع بالنسبه لك عادي؟ هو عادي عادي لو قلقت قبل الماتشات، بس اهم حاجه القلق ده ما يخليش تلعب وحش في الماتشات. صح، برافو عليك. طب مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان انت ما انا بقعد مع ناس منتال كتير ومدربين بيقولوا كده. بتقعد مع مدربين منتال؟ وبرده بابايا ومامتي بيقولوا كده. ما تقلقش عادي، ما عادي اقلق قبل الماتش، كلنا بنقلق. انا كنت لعيب وبقلق، بس المهم القلق ده ما انعكسش عليك في الماتش. طيب اكتر لعيبه بتتفرج عليها وبتحبها ونفسك تبقى زيها مين؟ والله انا سبب زي مصطفى عسل. مصطفى عسل. على فكره انت فيك شكل منه. والله فيك شكل منه من مروان، يعني ممكن تبقوا قرايب. بس طبعا ده مش حقيقي، ولكن انت بتحب مصطفى. ومين تاني؟ بحب علي فرج. علي فرج. بحب لعبه. بتحب لعبه. يعني بتشوف حركاته وتتعلم منه. برافو عليك. بحب برضه رامي عاشور برضه كحرفنه. رامي عاشور. استاذ، يعني رامي عاشور عمل مدرسه جديده في السكواش بصراحه. برافو عليك يا فاروق.